إقليم العيون ورش مفتوح لتنمية وتأهيل الإنسان والمجال بإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش المجيد، من جملتها افتتاح والي جهة العيون الساقية الحمراء رفقة الوفد الرسمي ساحة العلويين المتنفس الطبيعي لساكنة المدينة والمشيدة على مساحة 4600 متر مربع بالنسبة للساحة و3800 متر مربع بالنسبة لموقف السيارات تحت أرضي، فضلاً عن فضاءات ترفيهية أخرى. كما أشرف الوفد الرسمي على تدشين برنامج النجاعة المحلية عبر ترشيد الاستهلاك الكهربائي لجماعة العيون، المشروع الذي يتغيى تعميم الإنارة وتأهيل الشبكة الكهربائية وتأهيل أعمدة الإنارة العمومية. ودشنا الإنارة العمومية بالليت اللي نديره في المدينة تحت، وضعنا الليت عنده جمالية، ونفس الوقت يهبط عنا مصاريف ديال الكليراج. هذا هو اليوم اللي دشنا، ودي مشاريع كبرى، ودشنا ساحة العلويين فيها باركينج حتى هي ديال 100 سيارة، وهذه مشاريع ضخمة اللي دشنت اليوم. وضمن مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، افتتح والي الجهة والوفد المرافق له المنشأة الفنية على وادي الساقية الحمراء، وهي امتداد للمشروع الكبير الطريق السريع تزنيت الداخلة بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، والمنجزة على طول 600 متر وكلفة مالية بلغت 107 مليون درهم. كما قام الوفد بتدشين دار الشباب الوحدة ومقر المديرية الجهوية لجهة العيون الساقية الحمراء بغلاف مالي ناهز 9 ملايين درهم. قنطرة اللي كتميز بمواصفات عالمية واللي كيبلغ الطول ديالها 600 متر، واللي كتشمل على 15 مود اي دي ترافي، كل مود كيبلغ الطول ديالو 40 متر. بالنسبة للأساسات فهي كانت أساسات عميقة اللي كيوصل الطول ديالها 34 متر. اليوم ندشن معلمة شبابية بامتياز، دار الشباب الوحدة وكذلك مقر المديرية الجهوية لقطاع الشباب جهة العيون الساقية الحمراء، في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد العرش المجيد، وهي مناسبة غالية من خلالها ندشن مؤسسة لفائدة الشباب تستحضر أهمية الشباب بهذه الجهة والمجهودات الكبيرة التي تبذل لفائدة الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة المربي الأول الملك محمد السادس نصره الله وأيده. جملة مشاريع إضافية تم إعطاء انطلاقتها همت أيضا مركز التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشة على مساحة إجمالية بلغت 483 متر مربع، ويستهدف النساء في وضعية هشة، مشروع متميز ينسجم وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجانب الثقافي والفكري حاضر أيضا ضمن أوراش التنمية بإقليم العيون من خلال مكتبة وسائطية هي الثانية على مستوى المملكة والثالثة على مستوى القارة الإفريقية، بنية علمية متكاملة تنشد دعم العلم والطلبة والباحثين والأكاديميين، شيدت على مساحة 26,000 متر مربع. اليوم دشنا مشاريع، منهم مشروع مستعد اللي احنا فيه دابا واللي هي تعطلت، كانت متعطلة ولكن كانت عندها مور قانونية اللي حبيت تعطل، ولكن الحمد لله هي انفتحت، بقى فيها قصة المؤتمرات اللي يتعطل ذاك إلى 2025، نضع عن بناي وصعيب، كان ليعود مسرح ورديناه من المسرح قصة المؤتمرات، لهذا خص التغيير فيه كثير بزاف. والمكتبة هي اللي فتحنا دشناها اليوم، ولكن استمراري تالي تبدأ من هنا، من بعد شهر 8 ضريك تاع كل شيء خارج كونجي، احنا باقي معينا المدير معينا مازالت فيها خدمة، ولكن دشناها صافي بصفة نهائية. والمكتبة العلم كاملين شباب وساتذة واللي باقي يدرس ويراجع كذلك هم اللي تستنفع مات لي يمشي لقدير نظن على قالم الجهاد بجوج ما فيهم مكتبة. دار ديال النساء اللي فضعية صعبة اللي دشناها اليوم شركة احنا وشركة مع التنمية البشرية مع الولاية، هؤلاء العلاج كانوا يوقفوا يقعدوا في الموقف
باش يصبنوا وينظفوا للناس اللي بغاوهم. تعرف واحد العملية ما مزيانة، ارتينا عنا نبنوا ذيك البناية اللي شتوا اليوم وجهزناها، ولين يشرفوا عليها ما تمام خلصات والو، البلدية اللي تشرف عليها باش تنجحها. مثلا عنها مشاريع اللي هي مهمة بزاف اليوم في المدينة، وذا كله يرجع فضله لجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، العناية العاطية للجهات ديالنا قادم من الجنوب. رزنمة مشاريع شاهدها إقليم العيون احتفالا بالذكرى 24 لعيد العرش المجيد، ضمت أيضا فضاء ساحة أم السعد المعلمة المعمارية المشيدة على مساحة 8 هكتارات، تضم إلى جانب المساحات الخضراء مرافقا سوسيو اجتماعية واقتصادية ومرافق ترفيهية أخرى.